نعلن اليوم عن تسلم منحة اللقاحات الروسية سبوتنيك 5 والتي تحتوي على 10,000 جرعة، أي بواقع يعني تطعيم 5,000 فرد، وذلك منحة كريمة من الحكومة والرئيس بوتين. نوجه الشكر لدولة روسيا على دعمها لفلسطين بهذا اللقاح، ونشجع الجميع أنه يأخذ هذا اللقاح في ظل ازدياد نسبة الوفيات عندنا بفلسطين، وظل نصيحة منظمة الصحة العالمية بأخذ هذا اللقاح. فبالتالي أنا شخصيا أول واحد مستعد أخذ اللقاح. جزيل الشكر والاحترام للدولة الروسية اللي بادرت بإرسال الطعم للفلسطينيين، اللي احنا بأحمس الحاجة لمثل هذا الطعم.